كل ما تقع منك الكرة وتروح تجيبها بنحسب له بينطق الكرة قد ايه باللغة بتاعتك؟ نحسب له تعد لنفسك قد ايه عشان يبقى اختبار موضوعي. لما الكرة بتطلع بره وبتجيبها هتقل عدد المرات اللي انت احتفظت بيها في لمدة دقيقة خلال الوقت معين لمدة دقيقة. فهو من الدائرة بتاعته الكرة ما نزلتش من على دماغه ورجله، دماغه وكتفه بس ما نزلش هو ده اللي استغل بيه. اختبار للنهاية مش فطبعا حاجة غريبة انك يعني تشوف كده مفاجأة. تعالى اقعد خلاص، لان دي اصعب مهارة من المهارات الصعبة للاعب كرة القدم او للمدرب انه يعلمها اللعيبة في السن ده كمان. في السن ده ضرب الكرة بالرأس والاحتفاظ بيها لمدة طويلة على الهواء، لازم عينيه مفتوحة، لازم شايف ازاي، والحاجات دي كلها طبعا ما عرفهاش غير لعيبة الكرة ومدربين الكرة يحسوا بيها. فخلاص انا في السن ده مش عايز اكتر من كده، يعني المهاره دي عشان اعلمها له اخد له مثلا فيها سنه من عنوانه يعني. فخلاص. فالمهم كل شويه قوم لا خليك تسمع بقى، يعني انت مالكش واسطه، انت مالكش ايه، انت مش من الاهلي والزمالك، التدريب ورجع قاعدينه بقى على اساس ان لسه اللي جاي التدريبات. كل شويه قوم لا خليك، كل شويه لا قوم خليك، ما كملناش الاختبارات. وكان في نهاية اليوم المجموعة دي كان بيجي مجاميع، ما حسيتش ان هو شاكك ليه انا حضرتك مقعده وكده؟ لا لا طبعا ما تجيش في بال حد ولا في دماغ ولا هقول لحد. في الحالة دي كنت انا في النادي الاهلي برضو وهو كان في السنوارة رياضية، ويما في المجموعة دي كنا بنمتحن كلهم مجموعة. في اليوم ده هو بس اللي نجح في المجموعة، فجأة المجموعة كلها من المجموعة كلها كابتن محمود الخطيب بس بس كان في المجموعة دي هو اللي اختار. الايام التانية طبعا اللي كانوا موجودين يعني مثلا لما اقول فاروق جعفر، لما اقول مثلا الخواجه، لما اقول صلاح، ايام متفاوته في ايام تانية. بس هو كان في اليوم ده كان حضرتك هو سال على فكره ان حضرتك قال لحضرتك على فكره الاسم، لما هو كان بيقول لحضرتك انا نجحت ولا لا. لا ما هو لا اسم واحد، ما هو الاسم واحد متسجل، فيبقى الاسم ده ايه يعني؟ هو اللي ساقط ولا ناجح؟ ما هو يعني لا واحد ما اختبرش لا ولا حاجه. اسمك محمود ابراهيم ابراهيم عبد الرازق الخطيب، هي الجمله دي 30/10/54 مكتوب كده. قال له قلت له هو ده اللي نجح، فبكره تكمل مش عارف ايه وخلاص عادي ولا كني في اي حاجه. المهم